اليوم هناك كما تبعتوا 8 ديال النقاط اللي كانوا في الدورة. أول ما هي دورة استثنائية، الدورة اللي جات بالجديد في الميزانية ديال 2022 بواحد يعني فترة وجيزة اللي ديال ما فوق على 6 أسابيع حاولنا باش نكبوا جميعا كمكتب وكرؤساء فرق وكرؤساء لجان للتعديلات واللي يعني باش نواكبوا يعني كل المتطلبات اللي كيخصنا نزلوها، وخا في هذه الفتره القصيره اللي بقى اللي كانت عندنا باش استعداد الميزانيه حاولنا باش نجتهدوا، واعتقد بان في الاجتهادات ديالنا مشينا صبينا ما كل ما هو داخل في الاستثمار وكذلك في التكوين والتشغيل. اعتقد بان الميزانيه هذه ان شاء الله اللي بقات، حنا كانت هناك ميزانيه اللي كانت هناك تراكم ديال السلسله ديال يعني من السنوات القديمه، ولكن كل ما يعني بقات من ميزانيه حاولنا نكبوا في هذه المشاريع، هذه مشاريع تنمويه، مشاريع داخل في النموذج التنموي، مشاريع اللي في تنزيل النموذج التنموي. كذلك هنا كان هناك نقاط لإنعاش القطاع السياحي، كانت هناك اتفاقيات إطار ما بين الجهتين، جهة ديال يعني على حول الطيران ما بين طنجة وأكادير، وكذلك ما بين طنجة والنادور. هذا كله باش حاولوا إحياء يعني السياحة الداخلية، اللي هناك دعم أساسي من مجلس الجهة. كان هناك اتفاقيات أخرى بالنسبة للبروتوكول بالنسبة للمنطقة الصناعية طنجيتك، وكان هذا كان صادق عليه المجلس في يوليوز، فكان هناك عيد صحيح ديال تفويت 30% من حصة ديال مجلس الجهة، وكان كان صحيح من هذه النقطة هذه يعني في هذه النقطتين. كانت هناك نقطة مهمة هو حماية طنجة من الفيضان، وهذه الفترة هذه ديال 2022 ل 2024 يعني فيها امتداد ديال 3 سنوات، وكان هناك يعني مساهمة ديال 50 مليون ديال الدرهم من الجهة باش كانت هناك نقطة هو مناديب ديال الجماعات ديال بو هاشم. أعتقد هناك يعني كان هناك توافق يعني ضمني مع الإخوان أغلبية ومعارضة باش يكون هناك مناديب يعني أسماء كل فريق عطى واحد الاسم اللي عيمثلو الجهة في هاد الجماعة ديال بو هاشم. على أين هو عموما الميزانية الانتقالية اللي كيكون في السنة الأولى ما بين ولاية وولاية؟ دائما كتكون شي شوية معقدة وفيها شوية المشاكل نظير الالتزامات السابقة اللي كتكون في الولاية الانتدابية السابقة، ونظير كذلك كيكون مجلس عطلة يعني هو مدعو أنه يخدم على البدائر اللي هو التصميم الجهوي والتنمية، وكي كتكون مضطر دير واحد بلون داكسيون غير السنة الأولى إلى حين تهيئ هاد التصميم الجهوي ديال التنمية. عموما الميزانية ديال سنة 2022 كما تبعتوا معنا في العرض كان الإطار المرجعي ديالها هو الخطاب الملكي السامي اللي كيهضر على تعاقد اجتماعي واقتصادي جديد، وكذلك اعتمدنا كمرجع التصريح الحكومي ديال السنة المالية 2022 ومخرجات التقرير ديال النموذج التنموي، وكذلك مراجع أخرى اللي هي تقنية من مذكرات من وزارة الداخلية اللي كتحدد. أنتم كتعرفوا هذه السنة المالية شوية صعبة لأن تداعيات كورونا لا اقتصاديا ولا اجتماعيا إلى آخره، هذو المراجع يعني الإطار المرجعي اللي خدمنا به الميزانية. الميزانية في العمومية ديالها كتبلغ 860 مليون ديال الدرهم، فيها جزئين، الجزء الأول اللي هو 182 مليون درهم، والجزء الثاني اللي مرتبط بالتجهيز ولا بالاستثمار واحد 670 ولا 680 مليون ديال الدرهم. طبعا ميزانية السير نقصنا منها تقريبا 5% من المعدل باش نتمكنوا ان في الميزانيه ديال التجهيز نزيدوا تقريبا 15% على المعدل اللي كان في السنوات السابقه. في البلان داكسيون ديال 2022 ولا البرمجه اللي كاينه معتمده على واحد 3 ديال لي زاكس اساسيين في هذه السنه الماليه. الاول هو كل ما يرتبط بانعاش الاقتصاد، الدعم الاستثمار لإنعاش الشغل. والأكس الثاني اللي مهم هو هادشي اللي مرتبط بالفوارق المجالية والاجتماعية،
ولاكس الثالث هو ويمكن هذا لأول مرة غادي يكون دعم تشد برامج ديال الطاقات المتجددة والبيئة. انتم شفتوا تقريبا رصد المجلس كان واحد 3 أو 4 البرامج مهمة كبداية. هادو المحاور ديال البرمجة. طبعا كاين كثير من الإكراهات اللي تعترض هذه السنة المالية اللي غادي نحاولوا إن شاء الله مستقبلا نديروا واحد البرنامج عمل اللي من شأنه أولا التطوير والرفع من المداخل الجهة والاشتغال على البدائر ولا على هذا البلان ديفلوبمون ريجيونال اللي غادي يحدد المعالم الكبرى ديال الاشتغال الجهة لهذه المدة ديال الولاية كاملة. كان مفروض أن تكون هذه الميزانية فيها 1 مليار درهم لأول مرة، ولكن نظرا السنتين 2020 و21 تأثرت شوية بهذا الشيء ديال تداعيات كورونا اللي هبطت فيها شوية التحويلات ديال الدولة ولا حتى المداخل حتى لي غوسيت بروب، لهذا بقينا في 860 مليون درهم باش كنقلبوا على ديك الصدقية والواقعية، وبالتالي نوصلوا للطو ديال رياليزاسيون ولا النسبة ديال التحقيق تكون من 90% الفوق إن شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.